يعني الحديث عن المناديل البيضاء في الدقيقة 12 شاهدنا طبعا الجماهير ترفع المناديل البيضاء في ملعب المباراة. هناك طبعا اللقطة لم تكن ظاهرة لكن قليل من الجماهير شاهدنا ترفع المناديل البيضاء طبعا احتجاجا على الموضوع الذي ربما يعرف العاشق للبرسا. وهنا كرة أمامية ومحاولة على الطرف الأيمن لميسي ينطلق يمرر ممتازة روبرتو عرضية خطيرة أمام المرمى تغطية موجودة الكرة تبعد وتعود مرة أخرى تدخل حاضر والكرة تمر من الطرف الأيمن لكن أيضا تعود مرة أخرى لمصلحة رافينيا. رافينيا يمر الكرة إلى جانب من جانب دينيس سواريز ثم لسيرجي روبرتو يعيد كرة لماسكيرانو. ماسكيرانو إلى جانب تمريرة تصل عند رافينيا يحاول المرور تغطية موجودة عليه قطعت وذهبت الآن الكرات المرتدة من جانب غرناطة وهنا كرة سريعة عند راكيتيتش مرة راكيتيتش ومرر سواريز تمريرة ممتازة دينيس في المكان المناسب طالت على الكل وذهبت أمام البرسا. لكن في المقابلات التي جرت في ما بينهم في آخر أربع مباريات أيضا برشلونة كان حافظ على شباكة نظيفة في المباريات التي لعبها على أرض أمام غرناطة وبالتالي هنا كرة أمامية محاولة فرصة عند ميسي يحاول يمرر تمريرة لسواريز خطيرة أمام المرمى فرصة للتمرير على الطرف عرضية طويلة طويلة من نيمار وإلى خارج أرضية ملعب إلى ضربة مرمى ضربة مرمى نوع من المباريات فاز الريال برباعية فاز أتلتيكو أيضا برباعية وبالتالي المهمة تبقى على البرسا في مباراة اليوم وسواريز يحاول في كرة أمام المرمى لكن تمر إلى يد أوتشوا فرصة ثمينة مرة أخرى ميسي لعب كرة لنيمار ثم هالمرة لسواريز واللاعبان لم يستغلا كرات ميسي الملعوبة في المكان المناسب وقدم اليمنى لم يستطع أن يرسلها في المرمى سواريز اللاعب الذي احتفل بالحذاء الذهبي قبل أو على يمين أوتشوا يتقدم لاعبي البرسا وكرة تلعب من ضربة الزاوية عند ميسي الآن يحاول ميسي التغطية موجودة عليه لكن بإمكان المرور مر وتقدم مر ولعب عرضية خطيرة بالرأس إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى جميل اللعبة من جانبي ميسي دائما جاد حتى في مهارته جاد وما يميز ميسي عن غيره أن يمتع الجماهير بمهارة عالية وبجدية عالية دائما في ملعب المباراة لا يمكن أن يستفز أو يسخر من اللاعب الذي أمامه دائما حتى بمهارته. كرة تمرر على جهة اليسرى الكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية ملعب طالت الكرة وذهبت إلى ضربة زاوية على يسار أوتشوا يتقدم لاعبي البرسا وكرة عرضية بالرأس أوبتيتي أوتشوا في المكان المناسب يتقدم الفرنسي يلعب كرة رأسية كانت في منتصف المرمى تماما لم تكن صعبة على حارس المرمى أوتشوا وبالتالي هذه كرة كانت على المرمى على مرمى غرناطة تصدى لها أوتشوا عادت كرة أمامية سريعة عند المهدي كارسيلا تفتك الكرة من أمام المهدي رافينيا يعيد كرة لماسكيرانو من جانب طويلة وأمامية من جانب ماسكيرانو حصل عليها سواريز أمام المرمى لا 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 غير معقول غير معقول سواريز أمام المرمى في الكرة الماضية ما كانت تحتاج الكثير هنا كرة أمامية ما كان فيها تسلل المهدي كارسيلا في موقف متسلل المغربي
متسلل في الكرة الماضية، لكن سنشاهد إعادة كرة لويس سواريز. لم يكن متسللا، أضاع فرصة ثمينة جدا هذه اللعبة وهذا التسلل اللي كان على المهدي كارسيلا، لكن سنشاهد لعبة سواريز تقبل كرة في مكان مناسب، ما كانت تحتاج أن يمر من حارس المرمى، كانت تحتاج تسديدة مباشرة. ديري إلى جانب رافينيا لنيمار، تمريرة بينية لكنها خاطئة لم تصل لسواريز، وبالتالي قطعت الكرة لغرناطة مرة أخرى، ذهبت لمصلحة راكيتيتش. مرر سواريز، أوتشوا في المكان المناسب، يبعد كرة الأوروغواياني بالقدم اليمنى، يسدد سواريز لكن أوتشوا يتدخل ويبعد الكرة الخطيرة جدا لمصلحة البرسا. تعود كرة من جانب ماسكيرانو، يمرر لراكيتيتش. الكرات على المرمى كانت اثنين كانت على المرمى، راسية أومتيتي وكرة سواريز الماضية. ميسي يمرر عند رافينيا، ممتازة ليونيل، مرة ميسي تسلل بينما تلعب كرة لمصلحة لوكاس راكيتيتش. يعيد كرة لأومتيتي الآن، رافينيا يعيد كرة لأومتيتي ثم لماسكيرانو. ماسكيرانو ينتظر، ميسي موجود في متراجع يطلب كرة، تمرر عند ميسي، بينية وصلت سواريز، ميسي مر، ميسي تقدم. الله الله الله، ومرت الكرة عند رافينيا، عمل باكور وسجل هدف أول مستحق في الدقيقة الثالثة في زمن شوط المباراة الثاني. بدأت من ميسي، مرر عند رافينيا ثم نيمار، ارتطمت الكرة في القائم ثم عادت لرافينيا الذي يسجل. لاحظ الكرة كيف عادت ورافينيا يسجل هدف جميل لمصلحة برشلونة. 1-0 الآن، خلاص انفتح الآن مرمى غرناطة، انفتح مرمى غرناطة لويس إنريكي. هذا الرجل أوتشوا يبعد كرة خطيرة جدا أمام مرمى غرناطة، أوتشوا المكسيكي يتدخل، كنترول ممتاز ومميز من جانب نيمار ثم التسديدة مباشرة. المكسيكي يتألق، يبعد الكرة إلى ضربة زاوية خطيرة، الكرة ورائعة من جانب سيرجي روبرتو هو من خلق الفرصة، هو من لعب الكرة في مكان مناسب عند نيمار، عرضية من نيمار ومشاركة بالرأس تبعد، تمر وتصل، ما زالت المصلحة البرسا، ضغط متواصل سيرجي الخطير الآن. ميسي ونيمار، ميسي يتقدم ويسدد كرة تصطدم في الحائط مرة أخرى، تبعد وتمر على الجهة اليسرى من جانب بوغا. ميسي للمرة الثانية كرة تصطدم بالحائط، وبالتالي تلعب كرة طويلة أمامية. ماسكيرانو، راكيتيتش يعيد الكرة لأومتيتي، ينقل الكرة لمصلحة لوكاس داديني في وسط المنطقة، الكرة عرضية داخل المنطقة لكن راكيتيتش ينقل الكرة إلى الأمام على جهة اليمنى عند سيرجي روبرتو، وروبرتو يعيد كرة لماسكيرانو المتواجد في الأمام. ماسكيرانو يلعب كرة عرضية خطيرة، غير معقول سواريز أمام المرمى، اليوم ليس في يومه على الإطلاق. هذه الكرة، لن أقول أن سواريز سيء الحظ لأن هذه الكرة لم تلعب في زاوية، نعم، وإنما سواريز ليس في يومه على الإطلاق. هذه الكرة لابد أن تلعب في زاوية حتى تكون صعبة على حارس المرمى. سواريز لعبها في منتصف المرمى في المكان الذي يتواجد فيه أوتشوا، وبالتالي ضاعت